أزول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدون بلقائكم جميعا أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة في كل يوم عندنا حلقة جديدة وفي كل يوم عندنا موضوع جديد وطبعا دائما الاستفادة مضمونة في هذه الحلقة إن شاء الله أريد أن أتكلم حول موضوع أو حول نيتش موسمي إيفنت أو هوليدي يتكرر كل سنة وهو نيتش قوي جدا على شاكلة ماذر داي طبعا ماذرز داي أو عيد الأم كذلك هناك عيد الأب عيد الأب متى سوف يكون سوف يكون طبعا بالضبط في اليو اس اي في السادس عشر من جوان طبعا يكون في الشهر القادم يعني عندنا متسع من الوقت لمن أراد العمل وطبعا الأشخاص الذين عندهم خبرة في المجال قد بدأوا العمل عليه من قبل كذلك أريد أن تخبروني كيف كانت مبيعاتكم حول نيتش المودل دي أو المودلز دي هل كانت المبيعات جيدة أم لا شاركونا ذلك في التعليقات لكي نتبادل الأفكار تمام طبعا في هذه الحلقة إن شاء الله كما العادة سوف نحاول تحليل النتش بشكل جيد إيجاد نقاط القوة ونقاط الضعف كذلك أهم من هذا كله سوف أعطيكم أبرز الأخطاء التي تقعون فيها كمبتدئين والتي تحول دون تحقيق المبيعات وكذلك سوف نتكلم عن النصيحة الذهبية التي سوف أعطيكم إياها إذا على بركة الله بدون إطالة بالمقدمات إذا قمنا بالدخول إلى أمازون دوت كوم وقمنا بالبحث عن مثلا فاذرز Day تي شيرت طبعا النتيجة لن تكون أقل كما تلاحظون أقل من مئة ألف في بعض المرات قد تجدون طبعا ستون ألف مئة ألف نفس الشيء نفس المعنى إذا ربما الآن تتساءلون معي يعني كيف سوف نستطيع المنافسة في نيتش كبير بهذا الشكل يعني كيف سوف تنافس؟ طبعا هنا اطمئنك اننا امر عادي وطبيعي، لماذا؟ لانه بحثنا عن كلمه عامه جدا، فاذرز داي طبعا هذه كلمه عامه جدا. آه انت كشخص لديك حساب متاخر، وبالمناسبه قبل الدخول في الشرح المعمق فقط قوس قصير صغير ثم نفتحه ثم نغلقه بسرعه. آه هذا النيتش صالح سواء اذا كنت تعمل في تيتشرز باي أو في ريد بابل أو في تي بابليك أو أي مجال كنت فيه سواء البراند اون ديماند أو حتى في الديجيتال برودكت يعني هذا النتش صالح في جميع حتى في إيتسي أنا عندي منتجات سوف أشاركها معكم بعد قليل تبقى بشكل جيد في إيتسي في هذا النتش بالضبط إذا كان هذا فقط قوس توضيحي غلقناه ثم نكمل إذا كما قلت فأنت كشخص مبتدئ لابد عليك أو لابد أن تبحث على نتشات تكون فرعية ما معنى نيتشات يعني نيتشه الفرعيه أن تجد نيتش له علاقة مع هذا الإيفنت أو مع هذا الهوليديز يعني هذا العيد وفي نفس الوقت يكون فرعي فرعي بمعنى آخر ليس الكل يعرفه يعني ليس الكل منكب عليه سوف تقول لي أعطني مثال أعطيك مثال بسيط جدا يمكنك دمج مثلا الفاذرز دي مع الباسكت بول الباسكت بول هو نيتش قائم بحد ذاته يعني رياضة الباسكيت أو كرة الباسكيت هذا نيتش يعني عنده عشاقه هذا نيتش قائم بذاته فندمجه مع الفاذر وطبعا هذا نيتش اللي قلت لكم ليس عبثا بل هو بالفعل كان تقريبا البيست سيلر في السنة الماضية في هذا يعني في هذا الايفنت يعني هناك يعني أعتقد حتى هذه السنة سوف يتكرر الأمر ولكن هذا فقط مثال لا تقوموا أنتم بالاشتغال عليها كذا بشكل عشوائي دون البحث ودون التعمق لا هذا فقط مثال انت يمكنك ايجاد نيتش خاص بك انت. وعندما نقول مثلا دمج يعني فاذرز داي مع الباسكتبول فهنا هذا ليس معناه اننا سوف نخرج عن السياق او ان التصميم الخاص بنا لن ياخذ رانك في النيتش الاساسي الذي هو فاذرز طبعا لا سوف ياخذ رانك جيد لماذا؟ لاننا سوف نستعمل ضمن الكلمات المفتاحيه الثانويه فاذرز داي. حتى أنه الآن في الصفحة الأولى مع العلم أنني الآن إذا لاحظتم لم أقوم بالتعديل على أي شيء بل هو فيتشرد يعني الأكثر الأشياء مبيعا، لو قمنا بالتصفح هذه الصفحة سوف نجد هنا مثلا ماذا؟ هذا عالم أمريكا إذا هنا هذا نيتش فرعي تم دمج يعني عالم أمريكا مع الـ مع الهوليدايز فأعطانا هذا نيتش الهجين هذا نيتش فرعي هنا نفس الشيء هنا نفس الشيء هذه السمكة ربما لها معنى معين لا ادري هنا نفس الشيء يعني اذا لاحظتم غالبيه الاشياء الموجوده هنا فهي عباره عن نيتشات فرعيه ليست اساسيه مثلا هنا كذلك مثلا هذا الديزاين لماذا ظهر هذا الديزاين بالضبط لماذا ظهر؟ لانه بكل بساطه في الكلمه الاساسيه تم تضمين Father's Day موجوده هنا Father's Day اذا تم دمج يعني شيئين اثنين مختلفين تماما هذا ما نبحث عنه نحن بالضبط لكي نبيع لانه لو لو قمت بالاشتغال بشكل مباشر على النتش الاساسي فحتما لن تبيع لان هناك منافسه شرسه فبالتالي لابد من ايجاد نتجات فرعيه وطبعا آآ آآ الجميل والرائع ان النتشات الفرعيه لا تنتهي اي شيء يخطر على بالك يمكن استخراج من نتش فرعي طبعا اقول هذا الكلام مع الفارق لكي لا تذهبوا وتشتغلوا بشكل عشوائي لا انا لا اقول لك اشتغل بشكل عشوائي لا ابدا ومطلقا ونهائيا بل اشتغل عن طريق البحث ابحث بشكل جيد وتعمق ودقق ثم بعد ذلك حدد اذا اردتم ان تاخذوا فكره يعني من خلال جوجل تشانز لكي تعرفوا بالضبط كيف تسير الامور فهنا هذه المبيانات يمكنها ان توضح نوعا ما بعض الشيء قوه هذا النيتش طبعا هذا نيتش قوي جدا مثله مثل الموضة على شكلته تماما بنفس الشعبية بنفس القوة كما تلاحظون هنا عندنا تقريبا خاصة بالسنة الماضية آه هذه السنة كما تلاحظون لقد بدأ بالتحرك بدأ تقريبا من, من الثاني عشر من ماي الى غاية الثامن عشر من ماي بدأت الحركة وما يزال سوف يصعد طبعا سوف يصعد نفس هذا الصعود غير ان هذا الصعود هو السنه يعني هذا في بدايه الصعود وهذا طبعا في الترند عندما وصل الى قمته السنه الماضيه النصيحه الذهبيه التي سوف اعطيكم اياها واعرف انه 70% من المبتدئين يقعون فيها انت عندما تريد عمل ريسيرش وتبحث في امازون دوت كوم لايجاد نيتشات ماذا تفعل تبحث عن الايفنت نفسه كما فعلت انا الان في المقدمه فاذرز داي تي شيرت طبعا هذا خاطئ هذا هذا خاطئ لماذا لانه الناس عندما تشاء او العملاء على امازون الامريكيون عندما يريدون البحث لا يقومون بكتابه هذا الشيء بل مباشره يقومون بكتابه داد Dad او دادي على حسب انت ابحث عن المرادفات فتقوم بكتابه كذا داد ثم تيشيرت ثم بعدها ما سوف يظهر لك ما الذي سوف يظهر لك هو الذي الناس تبحث عنه ومن هنا يمكنك ايجاد نيتشات اذا لا تذهب مع يعني التيار لا تبحث عن 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 الايفنت باسمه كما هو معروف او كما هو موجود بشكل رسمي لا يجب عليك ان تبحث بشكل حتى في اللغه 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 نفسها فيها درجات هناك مستوى خاص بالاكاديميه وهناك مستوى يكون عائلي او كذا أعتقد أنكم تعرفون هذه النقطة وهذه الفكرة حتى اللغة فيها درجات فكذلك هنا الناس إذا ما تريد أن تبحث لن تبحث بشكل كأنها في إدارة لن تكتب بلغة الإدارة بل سوف تكتب بلغة العامية هنا كنت قد استخرجت من قبل يعني مجموعة من الكلمات المفتاحية آه التي آه لها علاقة طبعاً مع الإيفنت الذي نحن نتكلم عنه. فمثلا هنا قمت بالبحث عن دادي شيرت آه طبعا هنا عندي مجموعة من الكلمات التي يجب علي تجربتها والوحدة والأخرى لإيجاد النتش الجيد وطبعا لن تنتهي نهائيا كما ترى معي هنا مثلا كات تم دمج دادي مع الكات هنا عندي مثلا كيك من لا علاقة ما بين الكيك والكات و يعني الفاذرز داي لا علاقة ولكن يوجد هذا يوجد طبعا هنا كما ترى معي مثلا هذا فقط يعني عن طريق السجشنز حصلت على بوند مايكيك كيك ديدي دادي شيرت طبعا عندي 476 في الريزولت طبعا جيد جدا من ناحيه المنافسه لا توجد منافسه كذلك على, على مستوى يعني البيستر رانك الاحظ هنا في الفيرست بيج انه يوجد آه يعني هنا مثلا 24 تقييم هنا عندي خمس ثلاث تقييمات هنا تقييم واحد آه يعني ان هناك حركه دائما وركز على الحركه عندما نجد حركه طبعا ننتظر الاداه الى ان تستعرض لنا البيست رانك ثم سوف نرى اذا كان الامر جيد ام لا وبعدها نحدد اذا كان النتج جيد ام لا وغالبا نتج جيد فاذا ماذا سوف افعل هنا في هذه الحاله فقط سوف ابدا بالتصميم سوف ابدا بالتصميم بعمل ديزاين جيد جدا طبعا دائما في الفيرست بيج في الفيتشرد عندما الاحظ هنا صوت باي فيتشرد ثم لذلك ذلك في الفيرست بيج الاحظ الديزاينات هنا اكون فكره لكي انافسهم لكي اضع ديزاين غير موجود لا يوجد لان هذه الطريقه لتكسير يعني المنافسه مع العلم أن المنافسه ضعيفه يعني يمكن تكسير يعني المنافسه بكل سهوله يعني حتى على مستوى يعني الامازون ستش فوليوم من يعني عدد نسبة البحث أه على حسب ما يبدو لي الآن على الشاشة أن هناك أه يعني صراحة أن هناك طلب كبير جدا فستة ألاف وثلاثمائة وعشرون هذا رقم كبير جدا أه حتى على مستوى جوجل هناك عملية بحث فبالتالي أشك هل هناك كوبيليت أه غالبا سوف أنا طبعا أتأكد الآن اذا لم اجد اي كوبيريت صراحه بل على العكس تماما بوند كيك هذه اكله نوعاً نوع ما خبز معروف فبالتالي ليس كوبيريت نهائيا ومطلقا بل هو اكله شعبيه ربما الان ربما قد اتاكد من التريد مارك لانه ربما قد يكون فيه مشكلة ما اذا نهائيا ومطلقا لا يوجد اي مشكل من ناحيه يعني تريد مارك إذا هذا كله يجعل النيتش جيد جدا للعمل ويبقى فقط كما قلت مسألة الديزاين الإبداع على مستوى الديزاين لكسر المنافسة في الختام عندي هذا الملف الزياد من 300 ديزاين في مختلف الأقسام الخاص طبعا كله علاقة مع فاذرز داي ابيعها على اتسي طبعا لمن ارادها ووفرها له بثمن بخس جدا بثمن قليل جدا آه هذه الديزينات سوف تساعدك اولا في تكوين فكرة عن آه طبعا هنا جل تقريبا ثمانون منها عبارة عن بيست سيلر آه فبالتالي تكون فكرة طبعا يمكنك مقارنة او سوف تجد الامر عندما تبحث بشكل جيد في امازون سوف تجد أن هذه الديزاينات يعني كما قلت نسبة عالية منها هي عبارة عن بيست سيلر فبالتالي تكون فكرة عن ما الأشياء التي تباع بكثرة في أمازون وفي نفس الوقت هذه الملفات حاولت أه أن أجعلها تقريبا بصيغة يعني هي عبارة عن فيكتور لكي نتفق هي عبارة عن فيكتور ولكن تفتح بصيغة أدوبي إليستريتور فبالتالي الناس التي تعمل بأدوبي إليستريتور سوف يسهل عليهم عليهم التعديل عليها بشكل كبير جدا كذلك عن طريق كانفا لان فيها ايضا حاولت ان اضعها بعده سياق مثلا صيغه بي ان جي يمكن ايضا يعني استعماله على كانفا ثم حذف ما يمكن حذفه عن طريق اداه الإكسبندر أه المهم لمن اراد هذا الملف فيه كما قلت اكثر من 300 ديزاين خاص فقط بالفاذر داي او الفاذرز داي فقط يتواصل معي على الانستغرام وطبعا الثمن قليل جدا مقارنه مع القيمه الحقيقيه لهذه التجميعة شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعه والاصغاء وإلى حلقه قادمه ان شاء الله